معي عبر الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. دكتور، فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 تنطلق غدا، كيف في رأيك تسهم مناقشات المؤتمر في وضع خارطة الطريق للاقتصاد المصري في هذه المرحلة؟ طبعا يعني دي نقطة غاية أهمية وانطلاقة يعني كبيرة جدا، يعني من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حريص كل الحرص على دعم الدولة المصرية والاقتصاد الوطني. وبعد ما العالم كله تأثر ومصر من ضمن دول العالم تأثرت بجائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، فكان لابد ان احنا يكون هناك خريطة طريق ودعم الاقتصاد الوطني وارتفاع ورفع معدل النمو الاقتصادي من خلال مناقشة عدد كبير من القضايا. ويمكن من جزء من هذه القضايا احنا ارسلنا في مجلس امناء الحوار الوطني الى المؤتمر عدد من القضايا اللي جات لنا من المواطنين واللي بتحمل بعض المسائل الغايه في الاهميه، منها على سبيل المثال الدين العام وعجز الموازنه، الغلاء والتضخم، الصناعه، الزراعه، السياحه، العداله الاجتماعيه، الاستثمار المحلي والدولي، ايضا المشاكل الخاصه بالمستثمرين، التصدير. طبعا المؤتمر في خلال الايام الثلاثه القادمه هيناقش عدد ليس بالقليل من الاهميه في مكان ان احنا نزيد كل العقبات اللي بتواجه المستثمر، التصدير، برضه تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في النقل، في الصحه، في التعليم. ايضا النهارده دعم الصناعه المصريه وازاله كل العقبات. اعتقد ان المؤتمر ان شاء الله سيصدر عنه عدد من المقترحات، مشروعات، قوانين يعني تدعم الاقتصاد الوطني، تدعم الاستثمار، تدعم التصدير. ايضا هناك اقتزاز بالقرارات من الحكومه، من دوله رئيس مجلس الوزراء تسهل هذه المساله. مصر دوله واعده ان شاء الله، احنا رغم كل الظروف اللي مر بها العالم وتاثر بها كل دول العالم، الاقتصاد المصري يعني الحمد لله حقق معدل نمو وليس بالقليل، في حين كبرى الدول انهارت وانخفض اقتصادها. احنا متفائلين جدا من نتائج المؤتمر، وايضا كل توصيات المؤتمر اللي هتصدر حجمنا هنا في مجلس امناء الحوار الوطني حتى نناقشها مناقشه موضوعيه وهنعمل عليها حوار مجتمعي. كل هذه المسائل كلها في خدمه بناء الدوله الجديده والجمهوريه الجديده اللي ارسل داعمها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا متفائلين جدا ورغم الازمات اللي بتمر بيها الدول كلها، احنا رغم بعض الصعوبات اللي بتواجهنا، ولكن انا باكد ان مصر قادره، ومصر زي ما اكدت كل المنظمات الدوليه ان مصر ستكون من ضمن يعني افضل دول على مستوى 10 دول على مستوى العالم في الاقتصاد. احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله على يقين ان هذا المؤتمر اللي هيشهد عدد من الخبراء والمتخصصين والوزراء المعنيين ورجال الاعمال والمستثمرين، فيصدر عنه من المجموعه حزمه من القوانين وحزمه من مشروعات القوانين والقرارات اللي هتساعد الاقتصاد الوطني، وان شاء الله هتحط خريطه الطريق. واحنا متفائلين جدا بسياسه نقديه جيده، سياسه مصرفيه جيده، ان شاء الله متفائلين بتصدير وان مصر فعلا تتبوأ دورها الطبيعي على مستوى كل دول العالم. اشكرك جزيلا للدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه.